والله صباح خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير يا أخوان في اليوم الثالث من كافيه سيميليتر. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا اليوم أمطار الخير يا جماعة، مغيمة الدنيا وأمطار. الدعوة ما أقول دعوة مستجابة ونمرجم بالأغاني هذه ولحظات إيمانية، بس خربت أم الطبخة. تحسبني نسيتك؟ تحسبني نسيتك؟ خلاص راسك فيها، هذا مسكين انجلد بما فيه الكفاية. ويلا على بابك يا كريم، أتوقع أن يطلع في الباكج. مشكلة اللي متأثرين فيها. إلكترستي إز أوف. شوف الوساخة يا جماعة. توني دخلت المحل طفت الكهرباء. والنكبة هذا والله أنا ناس إني شريته. يا إخوان هذا صراحة أحس إني استعجلت في شرائه. مفروض اني شوية اضبط الوضع في المحل، يكون عندي داخل يعني نظف يا حبيبي نظف، لازم في البداية تنظف. بس انا مسوي فيها اللي ايش، على طول اجيب لي مكينة تنظف مكاني وبعدين دقيقة. طيب ما قالك تسكر المحل وراك يا اخوان؟ اللي يعرف كيف اجيب القب الله يرحم والديه خبرني. بعدين هذا الاسبري حق ايش؟ ايوه والله انا على بالي سبري نفس هذا اللي المكتوب في الجراج، الكتابات هذه اللي موجوده في الجراج، طلع للمروحين اللي يجون للمحل. ايوه شوف البار هناك على اليسار يتعبى. حلو هذا ضروري، يعني كل يوم الصبح كذا نجي نعطر. وهذا اللي هو نبيع الاغراض. درجه الحراره 25 ولكن نبيع فيه الأغراض، يعني خلوه اثنين في واحد. أول الجزء القديم كان فيه ريموت الحالة. طيب نفتح المحل وناخذنا الجهاز بي سي ثاني. 3100 فلوسنا. يعني اليوم أنا ما ودي صراحة، يعني ما ودي، يعني أنا ما أعرف التطبيق هذا شو، بس أحب الأغنية اللي تطلع من وراء التطبيق هذا. يا حي ومرحبا وسهلا، معليش تأخرت عليك بروف. في واحد ثاني تكفل تقول لي حرامي. انا بدل اشتري هذا اللي ينظف بجيب هذا اللي يلاحق الحرامية عشان ما اصدع، يعني ما اوسخ يداتي، عرفت؟ اوكي هذا الثاني ما خاب ظني انه يعني اللي تابع هذا الشغلات، يعني ما ادري والله. وبعدين ما كان هذا اللي ضاربت انا وياها في الحلقة. وين القب يا اخوان؟ وين القب؟ يجي لك يوم تندم على ما سويت. وين القب؟ شوف الضعيف هذا اللي ما اقدر اسوي شيء من وراها. ايوه شوف هذا. معلش والله على بالي انك لعبت. خلاص يا اخي اسف. خلاص كيف تعتذر له؟ خلاص اسف والله اسف. يا ترامب شوف لنا حل مع الطيب هذا الله يرحم والديك. طيب الشرطي وين هو؟ يا امه يرحم الله. معليش والله انا اصلا طورت طاقتي امس. اوه هذيك بعد. لا انا بنجلد اليوم مره ثانيه يا اخوان، حتى هذيك طلعت ما دفعت فلوس. ايوه هذا ايش يسوي؟ لا والله اثنين على واحد نفس امس. لا والله وهذا بعدين يسوي دج للضربه. لا والله العظيم يا اخوان نمت، والله نمت يا اخوان. خلاص للمرة الثانية انجلد زي المشكلة انها ما تدفع فلوس يا اخوان. اقسم بالله انا اسكر ام المحل واروح اشتري لي قبل، لان كذا الوضع صار اهانة اكثر من انه محل. تسوي دج للضربة بنت اللعنة. تسوي دج ليش؟ هل 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 يا اخوان كيف تسوي دج للضربة؟ انا في زر الظهر يا اخي، اقسم بالله اني انجلت يا اخوان بالعربي. جربت كل الازرار ما في فايدة.
تسوي كتر اللقطة هذه ما حد شاف. والله بتمرن نفس هذا يا أخي. الله يخرب بيتك يا شيخ، الله يخرب بيتك. إيش تريد؟ إيش تريد؟ الواحد حتى ما يعرف يتمرن. يا طيب لو سمحت قبل يا أخي، أقسم بالله يا أخوان هذا فقرني. دقيقة يا أخي، يمكن لازم أشتري شنطة من عنده ب400. أرخص شنطة وين؟ ب400. يا رب يا رب إنها تضبط. طيب وين الشنطة يا أخوان؟ وين الشنطة يا أخوان؟ وين الشنطة؟ كذا ما يصير، أدفع فلوس تروح الفاضي. To take the item. أوكي شريت. What؟ كيف ألبسها؟ شنطة هذه ترى شنطة. أوكي طيب أنا شريت منك أغراض أمس أتذكر. والله أني شريت منك أغراض. شريت منه هذا الماوس أتذكر. يخرب بيت الحين باي كله يقول لي ما في ما تقدر تشله. يا النصاب يا ابن الذين. طيب بشتري من عندك القب هذا. To take. يا سلام لازم شنطة يعني. حلو 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 الله يعطيك العافية. هذا السبري عندي سبري. ايش عندك هذا؟ ممكن هذا اغاني ولا شغلات كذا اطرب فيها المحل. حلو 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 جميل جميل. انا ما ابغى الشغلات الرخيصة هذه. بسامحك والله على البي سي اللي اشترته منك امس. الله يسلط عليك بصوت عرفتها صح. نرجع الحين لعند ابو سمرة. خل المحل مفتوح. طيب هذا اللي ينظف انا ودي ابيعه يا اخوان. ما اقدر ابيعك. اي والله انت كابنها ما اقدر ابيعه. يلا ما عليه. هذا ياخذ قلنا تقريبا 300 او 600 كل ثلاث ايام. فقر يا اخوان والله فقر. هذا شوف هنا زعلان تقييمي واحد. طبعا ما بيجيب فلوس يعني. انا من المحل ما بقدر اجيب فلوس لاني كمبيوتري مره قديم. يقول لي 20 سنه 20 سنه ورا التكنولوجيا. جلس يطقطق. هلا توني جيت بشتري كرسي يا اخوان. انا اقسم بالله خلاص استمخت معي. كل شوي هذا بيدخل بيفجر يعني ولا كيف؟ في حل هذه المشكلة. أنا شفته في الموقع هذا حق الزباين اللي تشتري منه الزباين. وين هذا؟ تروح تجيب لك هذا All kind of attack. كل خمس أيام ياخذ 300. خلاص والله خلاص. هذا السيفور يا أخوان آخر مرة تشوفونه. والله أوعدكم آخر مرة تشوفونه إلا لو هذا يستهبل. وين هو؟ خرب. لا ايش هذا؟ لا جايبينك من ببجي انت ولا من الحرب العالميه باتلفيلد الاولى ولا ايش؟ ايش هذا اليوزي؟ مش اليوزي يا اخي نسيت اسمه. حق تومي جن. تومي جن. اي والله تومي جن. اي والله تومي جن. تكفى ما وصيك الذيبه. عنده بستل بعد هنا. يا سلام تبغى تومي جن؟ تبي فرد نجمه؟ ليش نجمه؟ يا طيب ولا أقول لك سامحة سامحة هالمرة سامحة سامحة الغبي المتخلف هذا. هذا 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 لا شبر هنا. هذا لا شبر هنا. تكفى أبغى أسمع صوت التومي جن أنا. بس أنا ليش المحل عندي كذا؟ أوكي بسبب التفجير على بالي الجهاز هذا. أبغى ألومه. بس أبغى ألومه هنا الحين. مجرد محرك الطاولة كل شيء بيتبهذل. بنغير مكانها بنغير مكانها. اصلا انا اريد اغير مكانها. شاشه الشاشه نضبطها بشاشه. انا ما ادري شاشه قديمه حاطها. لا والله مش الشاشات القديمه يعني نفس هذا. يا اخي الحرامي حرامي يعني ما يفيدني هذا مع الحرامي. احاول اتلا بالله عاد مع الزحمه الحين دائما اصيده في نفس المكان سبب الزحمه. الله يخرب بيتك. ما اخذ شاشه توني بشتري شاشه ثانيه. ما عندي 3400 عشان اجيب تجميع جديد. هذا بدون ماوس نسيت الماوس. مع الماوس والماوس باد نسيتهم. توصل 3700. ها 4000 يعني يبالنا. فيا اخوان يعني الله يخرب كهرباء. الله يخرب كهرباء حبيبي حبيبي. شوفوا بنتفق يا اخوان اتفاق. على كل مره اجلس على البي سي يعني او اشتري شيء لازم اخذ لي لفتين فيها. زين ها 37 7 دولار 39 دولار. سبعة لو هذا ثمانية خلاص 1700 فلوسي. ثمانية حلو. ثمانية تكفى. حلو ثمانية ثالثة حلو. ما في الا كذا.
الحثالة. عيني عينك، الشاشة هذه لازم أبدلها البيضة والطاولة، أنا أبدا والله مش عاجبيني. أقدر أنزل الصفحة ولا أروح موقع ثاني؟ أودي أخرب اللعبة صراحة، فبنتظر اللفتين المجانية يخلصون. 16 لفة مجانا مرة ثانية يا أخي، كذا كثير، قلبي الصغير ما يتحمل، والله قلبي الصغير ما يتحمل. معلش يا اخوان انا ما ودي اطفر بكم باللعبه هذه، ولكن اللعبه هذه عباره عن سعاده 2676. لاحظوا والله ما بسوي شيء، انا بطلع ما بسوي شيء، بتفرج معاكم من برا. ما تنقص الفلوس 11 لفه، ما تنقص الفلوس. والله انا جتني فكره صراحه، اجمع الاركيد هنا رصه كامله، يعني بحط ثلاثه او اربعه منهم. اما هذا سالفته سالفه شاشه وطاوله ومدري ايش، فافكر انها بتكون بدايه حلوه لو اني اشترت جمعت من هذا كثير. يعني عندنا مثلا هذا تقريبا اللي انا شاريه ب 615 اللي بدون شاشه شكله بايخ، خلنا بنشتري ابو اربع نجوم هذا ب 900، خلنا نشتري منها اثنين عشان نطقم ونسوي لها اوردر 1800. والله هذا اشوفهم استثمار حلو صراحه كبدايه، فن بليس حلوه، اول مره في حياتي تجيني اربع نجوم. يا طيب فلوس فلوس. ولا هذا كان يلعب هناك، اوكي. كذا خلصنا اليوم وبس يا شباب، كانت هذه حلقتنا اليوم، اتمنى انها امزح 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 امزح، لسه ورانا يوما طويل والله. امشي 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 النهار، امشي النهار. تحليل اليوم، نشتري من عند هذا اثنين سبراي نظيف، وعنده كيس اخضر ب 488، خلينا نقارنه بهذاك اللي بالموقع. دقيقة ايش هذا؟ انا كنت ادور على شيء، ايوه 488 الاخضر هذا هو. والله عنده ارخص فعلا، عنده ارخص فعلا، بروح بشتريه. عنده بعد شاشة LCD برو LCD 633. ركض ها، الحمد لله ما سرقت الشاشة، اوكي 466. طيب الفواتير ايش عندنا فواتير؟ الكترستي بل ب 20 دولار ولا شيء، ادفع يا حبيبي. بس اهم شيء لا تنطفي، لا تكون تنطفي هذا من اول ما انتبهت له، لا انا متاكد انه مش موجود هذا من قبل. لو هذا يحل مشكله انطفاء الكهرباء صراحه شيء جدا جميل، انك لو ما دفعت الكهرباء تجلس تطفي عليك كل شوي. راح اجلس الحين اجمع لي فلوس مره ثانيه بعد ما ضيعتها في اللعبه هذه، بس ما يمنع نضيع فلوس زيادة. اوف يدفع 70، يدفع 70، هذا يلعب في جهاز. اوكي هذا ال 70 يا اخوان، حلو حلو حلو. بدأت الفلوس تتدفق، بدأت الفلوس تتدفق يا اخوان. هذا ايش في الزعلان؟ يمكن عشان الريح؟ الريح اوكي. بس ما عليه، ها تفضل تفضل. ايوه كذا البزنس، كذا هذا يطلب هذا يدخل وهذا يطلع، كذا الشغل الصحيح. الحين بديت اني بديت البزنس صح. خلينا نجيب لنا طاوله وكرسي للبي سي الجديد. يا ابن الذين، تعال 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 تعال. اول شيء انت تدفع فلوس اللي عليك، خلينا نضربه عشان يخلص التايم، هو بيلحقني بعدين جزاه الله خير. كرسي كرسي الظن، وينك انت وينك؟ تعال. ما تدري اني طورت مهاراتي. ما تدري اني طورت مهاراتي يا ابن الذين. 70 دولار تبي تشيلها علي؟ ما تدري ايش كثر التضحيات في هذا المحل؟ يا سلام، شوف 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 كيف الاقبال على البي سي. اوه الكرسي نسيته، قلنا الاقبال على البي سي. يا حبيبي انت حط الكرسي اول شيء عشان نشوف الاقبال على البي سي. بس والله هذا له شغل نظيف، هذا له شغل نظيف، انا بكثر منهم. ايش اسمهم؟ سبيس شوتر ماشين. ولا يتعبونك يجون يقول لك افتح لي البي سي وسكر لي البي سي، على طول يجي يشغل بنفسه ويطفي بنفسه ويمشي. اللي هو هذا 900 حلو، الحين معي 968، والله لا اشتريه ابدا، مش خساره هذا المدى الطويل.
واريد وقت زياده، تمديد الوقت سالفه والله مشوار. افا ليش I like cold places it doesn't bother much. A little cold. كيف بارد يا مكيفنا الغالي؟ لا يا مكيفنا الغالي حاطكم 30 درجة حرارة، كيف cold؟ انا جا خلها اوتو خلاص اوتو وننسى السالفة. اوكي شكرا. 66 ما تسوى والله، والله ما تسوى. اذلف اذلف اذلف، الله يخرب بيتك، الزقك في الجدار يا ابن ال تلزقته حلوة صراحة. هلا هلا بالزبائن، هلا هلا، ما شاء الله تبارك، ما شاء الله تبارك الله. اي هذا الشغل النظيف. يا مرحبا يا مرحبا، وخر انت من الطريق، وخر من طريق الاوادم لا جو يدخلون. هذا ايش هذا اللي مخرب علي؟ ايش فيك دخلت وطلعت انت على السريع؟ ما في حد بيجيب فلوس؟ يا ساتر يا الركضه الغبيه يا اهبل، من حطك شرطي انت؟ مددي 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 ان شاء الله 10 ساعات. كانها لابسه، اي والله لابسه كورونا حتى في اللعبه، حتى العجيز جاي تلعب. اهم شيء الجلسه. I was being on my pants it would be great toilet. اوه يبون حمام، الحين صاروا يبون حمام. دقيقه يا اخوان، وين التوسعه؟ انا نسيتها. التوسعه كانت ب 800، المطبخ ب 1400، الحمام ب 1300، بس قبله لازم اشتري سالفه يا رجال، والله سالفه. ما عنديش فلوس. اول شيء خلنا استغل مساحه المكان هذا، بما ان هذا ابيض وهذا ابيض، خلنا نجيب له طاوله بيضة. هذه طاوله حلوه والله ب 700، بس ما عندي 700. طاوله بيضة ب 700. باقي على 700 شوي. وصلت الطاولة البيضة، وصلت. لا والله الطاولة شكلها خرافية فعلا، حسيت بضيق المساحة الحين. يا اخي الحمد لله انه يضحك الغبي هذا، الحمد لله انه يضحك الغبي هذا. كاني صرت سريع يا اخوان، هذا كله سارق الماوس. ليش الكرتون طيب؟ كاني صرت سريع والله. اوه معلش، وتحطها في طاولة جديدة. بالله ايش رايكم في الطاولة هذه يا اخوان؟ والله خرافية، بس الشاشة هذه صح انها بيضة، لكن يا اخي واضح انها رخيصة. والبي سي نفس الكلام. بس يعني طقم ابيض. ادري ايش رايكم؟ يا اخي خلينا نشتري مساحة جديدة على طول، اول ما نجيب الفلوس، عشان نوسع شوي المكان. نفصل، نصير نخلي مكان بي سي هذاك ومكان الاركيد. باقي كيبورد وماوس وكرسي. هذاك اسعاره حلوه صراحه، بس ما عندي فلوس الحين. 300 ممكن اشتري لي غرض برجع. انا عندي فكره، انا حاليا هنا واقف وهذا المحل يريده، والحرامي دائما يركض هنا، فانا بروح بشتري الغرض من هنا وبرجع. اذا سرق الحرامي بشوفه. دقيقه يمكن في احد يعطيني فلوس. خلنا ناخذ فلوس من هذا بعدين نمشي. شكله مطول هذا يتابع ناشونال جغرافيك ولا ايش هذا. شوف مستانسين يوم يدخلون، هذا الدليل ان الريحة اوكي. 200 200. هذا كان حرامي والله العالم. هذا مطول، كم تعطيني يا طيب؟ والله راح طويل. اخيرا كم بتعطيني يا ابن الحلال؟ 300 على بالي والله. طيب المحل كذا تقريبا انه ليل خلاص، ما حد بيجيني
بس ان شاء الله لما يجي الحرامي خلينا نشوف العروض هذه قبل لا تتجدد. اتوقع ان اليوم الثاني تتغير العروض اللي موجوده عند هذا. ف ما عنده شيء، عنده 300 كيبورد، كرسي بايخ، بلاي ستيشن كم عنده؟ سوني 1 112 ما يستاهل. فخلاص بنشتري يعني من ال فخلاص يعني بنشتري من الموقع. ايوه الحريق، يا ساتر. هذا البي سي اللي لسه ما شغلته قبل العروض. كرسي، في كرسي ابيض والله حلو هذا الابيض، 655. وبعدين كيبورد بمية ابيض على اشترى رخيص، ستب الرخيص هذاك. والماوس برضه 65 الرخيص. كم يطلع هذا كله؟ 800. اوه الحمد لله يمديني خلى عشان الصباح تجيني الطلبية هذه واكون كملت ستبين. الحمد لله وصلت الاغراض في بداية اليوم. الماوس والكيبورد والكرسي، هذه فايدة الشنطة يا اخوان. استغليت الشنطة الاستغلال الصحيح. احس الكيبورد مكانه ضيق بس اوكي ضبطت الامور. كل شيء اوكي صراحة الا الكيبورد، واضح انه مغبر. فاذا في كيبورد ابيض ثاني بشتريه، والماوس نفس الكلام واضح انه مغبر صراحة. ولا السيتاب الابيض صراحة عاجبني. هنا تحتاج طاولة سودة والباقي كل شيء اسود، فالامور 200 200. واو شوف الرامات والاضاءة. ايوه حلو التليبورت، حلو كثرنا منه. بنشوف كم بيندفع على السيتاب الرخيص هذا. أول شيء لا نتأخر عليه. شوف الحرامي ابن الذين. يعني يوم يسرق يخرب على شو اسمه. لا إله إلا الله، إيش اللي صار؟ أصلا هذا مكانه غلط. يا ليل أم الليل، أصلا هذا كان مكانه غلط. المفروض أخليه كذا على زاوية الطاولة، والشاشة تكون كذا هنا، والماوس وين الماوس طار. ايوه كذا الوضع 200 200، بس يحتاج تغيير الطاوله. والله مكان الكرسي او طاولتي انا الحين وانا جالس هنا، وتشوف اللي داخل واللي طالع حاجه مدروسه 200 200. يعني الحرام اللي انتبهت له قبل شوي، ولا اذا في احد ما دفع صراحه الخلفيه كذا، رغم انه في زر اف تضغطه يكبر لك على الشاشه اذا ودك. يعني هو الاركيد، اسمع فلوس تدخل، فلوس تدخل اسمعها. خلنا نشتري المساحة يا اخوان اللي هو هذا ب$800. حلو عندنا $800، بنقول بسم الله. صدمني وات، صار المكان طويل كذا عبيط. والله صار نفس المساحة حق المحل بس صارت. لا 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 والله كنت اتمنى انه يكون يعني بالعرض، فهمت علي؟ طيب الحين عندي حلين، يا اني اخلي البي سي بالنهاية او الاركيد بالنهاية. ما ادري طيب المساحة الثالثة وين بتكون اذا اشترت مساحة ثالثة. اصلا في مساحة ثالثة، تويلت، في حمام. طيب الحمام وين بيكون؟ والمطبخ وين بيكون؟ هذا مشكلة بعد. تعطروا يا اخوان تعطروا. خلص الاسبري، نروح نوديه عند جارنا. تفضل يا طيب. حلو السيت اب الابيض، هذا البنت جالسه عليه، وهنا السيت اب الاسود اللي ناقص الطاوله السوداء اللي دائما انساها. خلينا الحين بروح بطلبها اذا كان فيه فلوس كفايه. جيف مي 1 اور فور فري ار انكريس ذا سكور. هذا اعطاني 4 من 5، يقول لي اعطيني ساعه مجانا وبقيمك تقييم افضل. يعني بيعطيني 5 من 5. شوف المساحة وين. كنت صراحة خلاص ما اصرف فلوسي واجيب طاولة سوداء وكذا،
ودي أوسع المكان، أشوف الحمام، أشوف هذه الأمور، يعني توسع لي ترفع التقييم. يعني الحين الحمام مثلا، الله يخرب بيت أم الحمام، ما شاء الله الفلوس، ما شاء الله الفلوس، تنطفي الكهرباء يقومون على طول. لا إله إلا الله، توني جيت بجلس. هذا ثاني مرة لاحظتوا يا أخوان، هذا ثاني مرة يحترق. فتوقع أن الرخيص من ترخص تبخص، فلازم إني إيش أجيب لي بي سي محترم زي الناس عشان لا أجلس كل شوي أطفي فيه. وجانا الليل جانا والفقر خلانا، جانا الخير هذيك. بس يا شباب أتوقع أني طولت الحلقة زيادة على الزوم، لكن كان ودي صراحة أني أطور، يعني أجيب المطبخ وأجيب الحمام وكذا، لكن المطلبات أنها تحشرك، يعني غصب تأخذ المطبخ وبعدين تأخذ الحمام. هذه صراحة عدتني، لأني يوم أجيب المطبخ لازم أجيب الطباخة وبعدين أقدر أجيب الحمام، عرفت؟ يعني في شغلات مرتبطة هالمرة. وبس يا شباب شفت النطة كيف؟ كذا كذا ثري، هذا لسه جالس يرش، خربيته والله محل الراتبة. ثري تو ون، أوبا، أحلى نطة على السرير كذا. وبس يا شباب أتمنى الحلقة نالت إعجابكم، لا تنسون اللايك والكومنت، ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقطع جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.